تكون في البزنس ان شاء الله اللي خاصنا يكون حمر لنا وجهنا وعندنا ما من نهضروا وعندنا ما من نتكلموا نخرجوا ماشي غير على المجال السياسي والبلديه راه في تثقفوا كاملين راه بحال الوالد ديالكم ماشي شي واحد برانا باش نبقاو نهضروا عليه نجدوه ولا شي حاجه انتم راكم عارفين كنا ولاد حومه واحده وكبرنا كاملين وخوت وخصنا نديروا ليك فريد ان شاء الله ونتعاونوا مع من الحاج ان شاء الله تي وقلت الله نصيب ان شاء الله المزيان ديالو هو راه ما تيتخلى لا على كبير ولا على صغير الله يجازيكم بخير نتعاونوا معاه ونجتهدوا هذه المده اللي بقات باش ما يجيوش ناس اخرين يسيطروا على شي حاجه اللي ماشي المهام ديالهم وتنشكروا الاخوان ديالنا بالاجماع كامل لا اللي حاضر ولا اللي ما حاضرش تنشكركم الله يجزيكم بخير الله يطول عمركم الله يحفظكم وخلي الكلمه للاخ السي واحد السلام عليكم كما قال سي توفيق اللي حاضرين واللي غايبين هنا هنايا كنسمعو كنطمو مع سي توفيق لانه هو اللي غيتكلم في الحي ديالو ومخلص وقريع كاس هذاك راه بلا ما نقولو الانسان اللي كيوقف مع الجميع مع هذا مع الكبير مع الصغير اللي معاه واللي ضده ما عندوش الفرق ما بين حتى شي واحد لهذا الله يجازيكم بخير حنا بغينا نتعاونوا ونكونوا يد ونشوفوا حتى المصلحة ديال ديك الحومة شوية راه ديك الحومة راه الصراحة الله ما كاينش اللي يدافع عليها لهذا حنا علاش بغينا توفيق لأن نتمناو من الله يكون من الناس اللي غادي يكونوا في المجلس اللي غنلقاو لأنه اللي غيعاوننا ويدافع رغم أن راه كاين مولاي عباس كاينين الإخوان ديالنا كاملين كيدافعوا ديال الحزب ولكن رغم ذلك كيخصنا واحد الإنسان اللي يكون حتى هو عنده الكلمة ديالو على الحي لأن فاش كتجلس حنا كنحضروا في الدورات وكنشوفوا كنجلسوا انا شخصيا ما كيعجبنيش الحال ما كنلقاش شي واحد كيدافع على الغيبه على الملاح القديم على الباطيمات تلقى كل واحد كيدافع اللي كيدافع على المناطق ديالهم ما نلقاش مسلمين ولكن لهذا حنا بغينا نكونوا نفوت ونتعاونوا ندافعوا شويه نوضوا بهذيك الحي ديالنا ونديروا اليد ديالنا حيت قلنا ديك الحجازات وديك المسائل نحيدوها ونكونوا يد في يد الله يحفظهم ويحفظهم وراه كنتمناو اننا بغينا ان مولاي عباس يقبض الرئاسه راه هذا هو الهدف الاكبر ديالنا لان راه حتى العمال في النظافه راه كيعاني وبزاف كيعاني لهذا الناس بزاف النقاط عندهم واللي ما كيلقاوش اللي ناقشها معاهم ما كيلقاوش اللي كنتمناو ان غيكون مولاي عباس باش يكون هو الانسان المحور الرئيسي ديال هادشي كامل اللي غيناقش هاد النقط كاملة وغادي يفك لنا بزاف الحوايج هذا الاخوة الله يجازيكم بخير الله يكثر امثالكم والله يخليكم بركة اننا نتعاونوا وننوضوا بهذا الحي ونعاونوا مولاي عباس حتى هو باش يقبض الرئاسة وشكرا للحضور كاملين بالنسبة للوائح الجديدة اللي نزلات كامل لوائح مزيانة الا هناك بعض العناصر خاصها التغيير من هذه اللوائح بصراحه يعني ما عندهاش حتى شي دور في هذه العناصر بالنسبه حنا كشباب كنشوفوا هذه الانتخابات كنتمنوا منا الخير من هذه الانتخابات هذه باش يعني تبدل هذه المدينه وتولي فيها واحد في الاوج ديالها ونعرفوا بين مدينه مكناس حله جديده ديالها يعني اذا كنطلبوا من هذا المجلس هذا اللي غادي يجي ولا الناس المرشحين اللي غادي يطلعوا للمجلس يهتموا بهذه مدينه مكناس حنا كشباب غادي ندعموا هاد الناس هذا باي بمجهودنا بولادنا بكل شيء ديالنا هذا هو اللي كاين يعني حنا كنتمناو يكون عندنا واحد التواصل مع هذا المجلس ما يكونش بحال المجالس الاخرى يعني الانسان كيصوت عليهم ما تعاودش تشوفوا مده حنا بغينا نكونوا كشباب ديال بريمه وديال مكناس وديال هذا يعني خصنا يكون عندنا تواصل مع هذا المجلس حنا كنتمناو من هذا المجلس اللي غادي يطلع يكون يدير يديو في يدينا باش نخدموا لان ما يمكنش كما تيقول يد وحده كتصفق راه يد وحده ما كتصفقش راه الا كانوا المجلس وكان الشباب ديال المدينه وداك الشيء راه كيكون واحد التعاون كيولي تتولي المدينه عندها واحد القمه واحد الاوج وتنذكر بان بغينا هذا المجلس هذا يعطيه اهتمام كافي لحي بريمه لان حي بريمه راه عانى من التهميش وتيعاني من التهميش وعانى من التهميش في احزاب اخرى يعني كنطلبوا وكنصعطوا هذا المجلس هذا باش يشوف حي بريمه والملاح لان هذه الاحياء راه احياء سكنيه مهمه راه تجمع سكني مهم راه لا اله الا الله راه حنا عينا من التهميش والتهميش 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 يعني راه ابسط حقوق ديالنا ما تلقاوهاش يعني بغينا نطلعوا غير الاراضي ما كنلقاوش مع من غنهضروا بغينا غير الواد الحار ما كنلقاوش مع من نهضروا يعني غير الازقه باش تصلح ما كنلقاوش مع من نهضروا الناس كيدخلوا في واحد المجال سياسي وانتخابي قبل الحمله باش كيخدموا المصالح ديالهم حنا بغينا
نفضحوا هاد الناس هادو باش نصلحوا ديك حي بالريمه. كيطلعوا على حي بالريمه، ولكن حي بالريمه راه خصو الناس الشباب ديالو يوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا بكل صراحه حنا من ديت مكناس وكنطالبوا باش يجي شي مجلس جديد ليعطي دم جديد لهاد المدينه، وكذلك الاحياء مثل حي بالريمه هي كتعاني من التهميش. قاسم المجالس السابقه ما عطاوهاش الاولويه ديالها وما عطاوهاش بزاف المسائل، ما خداتش حقها حي بالريمه. وحنا بكل صراحه حنا ولاد بالريمه وترعرعنا في بالريمه وعندنا غيره على ديك الحومه، وحنا غادي نناضلوا وغادي نناضلوا جميعا بولادنا احبابنا اصدقائنا الجميع بس نركزوا على واحد الانسان هو اللي جاي ان شاء الله حله جديده لمدينه مكناس اللي غنتخبوا عليه، وعندنا امل معاه وعندنا امل فيه ان شاء الله راه يكون في اللائحه ان شاء الله الجديده وغادي يحقق لنا بكل صراحه. عنده غيره حتى هو على بلاده وعلى مدينه مكناس، وان شاء الله راه بلا ما نقول الاسم ديالو راه معروف، راه معروف يعني بكل صراحه حتى هو تيخدم في خفاء وبطلاقيه وعنده ما يقول. شنو كتنتظروا من المجلس تاع الجديد ان شاء الله اللي غادي يكون مور 880؟ شنو كتنتظروا منه؟ وانتظار اللي كنتظروا من المجلس ده يعني بكل صراحه مجلس يكون بحله جديده. صراحه كنتمناو هذا المجلس الجاي ان شاء الله والمجلس الجديد ما يكونش بحال المجلس القديم لمده 5 سنين. 5 سنين ما شفنا والو بكل صراحه، ما عطاش داكشي اللي كتبغي المدينه، وحنا بغينا يحقق لنا داكشي اللي ما حققوناش المجلس السابق بكل صراحه 5 سنين. شكرا. نتمنوا ان شاء الله يكون هاد المستشارين ان شاء الله يحققوا لنا ولو غير النصف ديال المتطلبات اللي كيبغيها الساكن ديال مدينه مكناس. شكرا. هو ديالو.